بعمل ايه التغيير ميد التلاجة 40 دي؟ اول حاجة بفك البيبان بتاعتي، فك صليبة او لقمة 8، بعد كده بطلع المؤشر او النوب، بعد كده بشد الايفا من المكان الصحيح بتاعها ده، واشد الحذر عشان ما تتكسرش معايا. بعد كده بطلع التمستور بتاعتي، بشيل الايفا لفوق، بعد كده بفصل الكهرباء تحت اللي تحت اللي هتسخن معايا. بعد كده بقى افك الاف بارتيشن، اخلع رقم المسمار، بعد كده افك الناحيه الاول، افك مسمار واحد من الناحيه دي، بعد كده بطلع بحط الرجل هنا عشان ما اتجرحش معايا الصدر دي. طلعت لسه لطيفه معايا، ممكن الناحيه الثانيه، بعد كده طلع الاكسبرتيشن كله بره كده، هنط بقى على كده كده عشان معاك حاجة بطلع الاكسبرتيشن معاك كده. أهم حاجة بقى الماسورة بتاعتي دي لازم انا بكون حذر جدا وانا بقى معايا الالومنيا تيب، عشان اخلع الميدل لازم اعوج الماسوره دي الناحيه دي كده، لازم اكون حذر جدا وانا بكسرها الناحيه دي عشان ما تتكسرش معايا. استخدام الفك العادي بقى طلع الدوات من تحت، بعد كده نفك اللمبر، بعد كده لازم استعان بصديق عشان يسحب معايا الفيديو. Thank you.
وصلنا الكهرباء وطلعنا الضوافر بتاعتنا. ابدأ بقى اسحب الميدل بتاعي هذا ايدنا اطلع سلك الكهرباء بتاعي ده بقيت الضفر بقى تحت كده كده بقيت الضفر تحت في مكانها حط بقى حط الفومة بتاعتي المسؤول عشان ما تعرفش معاك واحد بقى عشان تبيت هحاول ابيت بقى الاف بارتيشن بتاعي كده ده مش مرة في التاني
ركب بقى كهربة السخان بتاعتي. كده ركب الايفر فون بلاستيك. كده ركب المؤشر بتاعي. ركب الرف. ركب رف الفريزر. بعد كده ركب الدمبر بتاعي. اربط الاورنا سبيل الميدل معايا. مسمارين الميدل دول. كده ركب الدمبر. كده ركب وش البلازما. كده الشاب بتاع اللمبة. كده ركب بقى البيبان بتاعتي. ركب بقى الكابينة الأول. كده ركب معانا باب الفليزر. ركب المسمار اللي جوه الاول ما قررتش عليه لحد ما اثبت المسمار الثاني. قررت المسامير بقى بعيدا كده عشان ما تعمليش خلل في الجوال. دي عملية تغيير ميدل تلاجة 40 بي.